هذه التطورات المتعلقة بحسب وسائل الإعلام 3 قتلى في الغارة التي استهدفت موقعا بجرف النصر شمال بابل في العراق. إذن نحن سنتابع أيضا هذه التطورات والمتعلقة بانفجار في جرف النصر في شمال بابل وأنباء عن وقوع هذه الإصابات، وربما نتحدث عن قتيل و3 إصابات إثر هذا الانفجار كما ذكرنا في جرف النصر شمال محافظة بابل. إذن هذه تطورات أخرى سنتابعها بالتأكيد مع مراسلنا إذا كان جاهزا. إذن سنعود بالتأكيد إلى مراسلنا في العراق، يعني نشير إلى هذه المعلومات الجديدة المتعلقة بانفجار في جرف النصر في شمال بابل وأنباء عن سقوط قتيل و3 إصابات، وبالتأكيد سنتابع مع مراسلنا حين يكون جاهزا بآخر المعلومات المتعلقة بهذا التطور. طيب غنوة، يعني كنت تتحدثين، يعني كنا نتابع كل التصريحات التي خرجت، التصريحات الرسمية سواء من وزير الخارجية اللبنانية، أيضا اجتماع الحكومة اللبنانية الطارئ المتوقع غدا، وأيضا الزيارة المرتقبة لوزيري الدفاع والخارجية البريطانيين. إذن الاتصالات تجري غنوة فيما يتعلق باحتواء الموقف، ما لديك من معلومات أيضا حول هذه النقطة والتحركات الدبلوماسية؟ في الأيام الماضية تحدثت، يعني كان وزير الخارجية تحدث بأن هناك طلبت الجهات الدبلوماسية الدولية من لبنان أن يكون هناك طلب من حزب الله بأن لا يكون هناك رد فعل يؤدي إلى حرب شاملة، ولكن طيلة هذه الأيام الماضية لم يصدر عن حزب الله أي رد أو ما هي الخطوات التي بالفعل سيتخذها بعد أي ضربة قد تطال. طيب غنوة أشكرك حتى اللحظة، يعني نعم. يبدو أن التطورات تتوالى. غنوة سأعود إليك، أشكرك حتى اللحظة من بيروت كنت معنا مراسلة الحدث غنوة يتيم، وأيضا أشكر من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر، وسنعود إليك بالتأكيد. نذهب الآن إلى ماجد حميد من بغداد، وحول هذا الانفجار في جرف النصر ببابل. ماجد التفاصيل معك. نعم، سمعت 4 انفجارات عنيفة هزت منطقة جرف الصخر التي تقع شمال محافظة بابل، وهذه المنطقة تضم معسكرات تابعة للحشد الشعبي وتهديدا لكتائب حزب الله، وكانت قد استهدفت لأكثر من مرة إن كان من طائرات مجهولة أو من قبل الولايات المتحدة في السابق، التي أعلنت عندما كانت الفصائل المسلحة العراقية تقوم بعمليات استهداف للقواعد العسكرية التي تضم قوات التحالف الدولي. لكن إلى الآن بحسب المصادر الأمنية بأن القصف استهدف مخازن للأسلحة تابعة للحشد الشعبي وتحديدا لكتائب حزب الله في منطقة المشعدات في جرف الصخر. وكما أشرت بأنه هذه معلومات أولية، وبحسب وسائل الإعلام تابعة للحشد الشعبي هناك حديث عن سقوط قتلى وجرحى جراء هذا القصف. هناك سيارات الإسعاف تقوم بنقل عدد من المصابين إلى المستشفيات القريبة من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وما زالت القوات الأمنية العراقية بانتظار معلومات أكثر حول طبيعة هذا الانفجار، هل هو ناتج عن قصف جوي أم ناتج عن انفجار كما حدثت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو ناتج عن عمليات تخريبية في مقر الحشد الشعبي. إذن بحسب المعلومات ماجد، يعني نعيد التأكيد على ما ذكرته الآن بأنه حتى الآن لا تعرف طبيعة هذا الانفجار، إن كان قصف جوي أو تخريب أو حتى بسبب ارتفاع درجات الحرارة كما حدث سابقا خلال الأسابيع الماضية، ولكنها الأكيد بأنها مخازن أسلحة تابعة لكتائب حزب الله. نعم، هناك عدة فصائل تعمل في منطقة جرف الصخر، كتائب حزب الله وسيد الشهداء والنجباء وكتائب أخرى في نفس المنطقة في منطقة جرف الصخر. هناك معسكرات عسكرية كبيرة جدا
وهي مقسمة ما بين هذه الفصائل، لكن بحسب المعلومات في منطقة الإسعادات التي حدثت فيها 4 انفجارات متتالية وبشكل عنيف، فإن هذه المنطقة هي تخضع لسيطرة كتائب حزب الله، وبأن هناك مقار لهذه الكتائب للتدريب وكذلك للدبابات ومخازن للأسلحة. وبحسب شهود عيان بأن هناك تطاير لعدد من المقذوفات جراء عملية الانفجارات التي حدثت، وما يرجح بأنه تم استهداف مخازن الأسلحة تابع لفصائل الحشد الشعبي. كما تعرفين بأنه كان هناك هدنة ما بين هذه الفصائل والقوات الأمريكية يوم أمس، كان هناك إعلان من حركة النجباء بأن هذه الهدنة قد انتهت، وكان هناك عملية استهداف لقاعدة عين الأسد خلال الأسبوع الماضي تمثل بطائرات مسيرة وأيضا صواريخ بعيدة المدى تم التعامل معها من قبل القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد، وأيضا يتم استهداف عمليات استهداف من داخل الأراضي العراقية بقواعد تابعة للقوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية، وهناك أيضا عمليات استهداف من قبل هذه الفصائل مع غرفة الفصائل المشكلة من قبل حزب الله اللبناني. أيضا كتائب حزب الله وحركة النجباء وسيف الشهداء أعلنت بأكثر من مرة تمنيها عمليات في العمق الإسرائيلي. إذا هذه الفصائل التي حدثت الانفجارات الآن في مواقعها هي متبنية لعدة عمليات، إن كان ضد الجانب الإسرائيلي أو ضد القوات الأمريكية والقواعد التي تتواجد فيها قوات أمريكية. فهذه المنطقة، منطقة جرف الصخر، تعتبر من أكبر المناطق التي فيها تواجد لمعسكرات الحشد الشعبي، واستهدفت لأكثر من مرة إن كان من طائرات مجهولة أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت عدة مرات عن استهداف بشكل مباشر ردا على عمليات كانت قد تبنتها الفصائل المسلحة. طيب، يعني تذكير معك ماجد بأبرز هذه العمليات التي تم فيها استهداف ميليشيا الحشد الشعبي، وخصوصا في هذه المقرات التي تسيطر فيها في هذه الأماكن جرف الصخر وغيرها خلال الأشهر الماضية. نعم، خلال الأشهر الماضية أبرز العمليات كانت تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات قصف في محافظة بابل، وعمليات قصف لمقر الحشد الشعبي في الرطبة، وكذلك في مدينة القائم الحدودية مع سوريا، حيث كان هناك نشاط كبير للفصائل المسلحة من خلال عمليات قصف مقر القوات الأمريكية في الجانب الآخر في نعم نعم. إذن هناك عملية تأكيد من مصدر أمني بأن المواقع التي استهدفت هي مقار تابعة لكتائب حزب الله اللواء 47 في ناحية جرف الصخر منطقة الإسعادات شمال محافظة بابل. إذن كما كنت قد أشرت، مصدر أمني للحدث بأن القصف استهدف مواقع تابعة للحشد الشعبي وتحديداً كتائب حزب الله اللواء 47 في ناحية جرف الصخر منطقة الإسعادات شمال محافظة. إذن التأكيد الآن عن طائرات. طيب، وهذا كان السؤال، يعني بحسب المصدر الأمني الذي يؤكد أن القصف بالفعل طال في جرف الصخرة مقر أو أحد المواقع لكتائب حزب الله، هل تبين طبيعة القصف ومن أي جهة؟ نعم، إلى حد الآن كما أشرت بأنه قصف يعني إلى حد الآن لا يوجد أي تأكيد نتيجة القصف، هل هو طائرات مجهولة؟ لأن كما تعرفين بأن الحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية لا تمتلك منظومة رادار متطور للكشف عن إن كانت الطائرات المسيرة التي تدخل الأجواء العراقية أو الطائرات المقاتلة التي تقوم بعمليات قتالية داخل الأراضي العراقية. لكن الشواهد السابقة لعمليات القصف في هذه المناطق كانت تتم بطائرات مجهولة، وكان ينسب في بعض الأحيان من قبل الفصائل المسلحة بأن الجانب الإسرائيلي وراء هذه العمليات، وعندما يتم التبني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يتم التبني بشكل رسمي. نعم.